السنابل خيرا وفيرا، يكفي ليبدد الألم والخوف والتعب إن تثنى لأصحابه أن يجنوه في الظروف والشكل الملائم. أما في ظل وجود معسكرات جيش الأسد في المنطقة، فأمام عملية جني المحصول صعوبات كبيرة لا تتوقف عند سلامة الغلال من الحرق والأذى، بل تتعداها إلى صعوبة تسويقها وتأمين بيعها بسعر مناسب بسبب استهداف الجيش للحصادات بالقذائف وحرق عدد كبير من دلومات المحاصيل الزراعية في المنطقة. فذلك في عنا سبب نحن كبير من القذائف، عنا صعوبة كبيرة، وعنا الصعوبة الأكبر بالتسويق. يعني اليوم اللي عم يحصد بيحط المحصول عنده بالبيت ما بيعرف وين يروح. كنا في الماضي نسلمه للنظام، اليوم إذا بنسلمه للنظام راح يعطيه لروسيا ويجيب بدال إصلاح يضربنا فيه. فلذلك نحن في إنا عتب على المعارضة في الخارج، إنه طيب هلا أنتم مسؤولين على الأساسات، ليش ما بيجوا يلاقوا بديل للتسويق؟ هو توق سكان المناطق المحررة للاستغناء كليا عن نظام الأسد. دون ذلك ما تزال صعوبات كثيرة وضعف واضح في أداء أجهزة المعارضة يراه الفلاحون الذين تكدست أرزاقهم دون أن يستطيعوا بيعها للاستفادة من ثمنها لمواجهة مصاعب الحياة التي تزداد مع طول فترة الحرب التي يعيشها الشعب السوري. يستهدفون الحواجز هنا، يعني بحرق المحاصيل، عم يستهدفون احنا الحصادات، عم يستهدفون يضربونا. وثانيا بو ارتفاع الوقود بشكل غريب، والنظام قطعوا عنا بشكل بتاتا نهائيا، عم نستعمل مكرر عم يخرب الحصادات، والمزارع انضر من كل شيء هالشغلات هاي. في الماضي كان الجفاف والاستغلال يقفان في وجه نشيد الفرح الأبدي يعزفه الفلاحون لينسيهم جوع وتعب عام، واليوم تتعقد مشاكلهم وهمومهم أكثر. يقف في وجه فرحهم هذه المرة حواجز ومعسكرات جيش الأسد، هي قليلة في إدلب لكنها تحمل من الموت ما يكفي. شبكة شام، ريف إدلب.